زيارة وزير الخارجية الصيني أعتقد بأنها جاءت في ظرف حساس جدا، فالجزائر منذ الحراك الشعبي قلت عليها الزيارات الأجنبية، وحتى منذ سنتين تقريبا لم نسجل أي مشروع استثماري أجنبي في الجزائر، وبالتالي أتذكر هنا عند وصول الرئيس الأسبق ليمين زروال للحكم كانت أول زيارة له الخارج زار الصين التي يعني ساهمت في فك الحصار الذي كان مضروب على الجزائر، وهذا يعكس ربما العلاقات التاريخية. زيارة وزير الخارجية الصيني كانت لها عدة دلالات، فكانت هناك دلالات استراتيجية يعني من أجل إحياء الاتفاق الشراكة الاستراتيجي بين الجزائر والصين الموقع في 2014 وتسريعه وتجسيده ميدانيا، لأن الجزائر تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة والجزائر تجد دائما في الصين ذلك الشريك الاستراتيجي، وحتى الصين مدان للجزائر بمنحه يعني وإن كان يعني فاز بصفقات عملاقة الطريق السيار ومسجد الجزائر ومنحه صفقات أخرى، وبالتالي الصين وجد نفسه مجبرا على التعامل مع الجزائر لأنه يستفيد كثيرا من الاقتصاد الجزائري ومن الاستثمارات في الجزائر. هل الجزائر ستصبح بوابة لإفريقيا بالنسبة للصين؟ مستقبلا هذا ربما بعد تجسيد المشاريع، لكن ما لفت كذلك الانتباه في الزيارة هو يعني الوفد الوزاري الذي استقبل وزير الخارجية الصيني كان وزير الصحة غائبا، لكن وزير الخارجية الصيني طمأن الجزائر بتوفير كل اللقاحات الخاصة بكورونا التي تطلبها الجزائر وفي ظرف مستعجل، واليوم الجمعة أعتقد بأنه ستصل حوالي 3 مليون جرعة من الصين كعربون لإعادة بعث الشراكة عربون صداقة ومحبة للجزائر، وربما حتى اعتراف الصين بالتراجع في التعامل مع الجزائر في السنتين الأخيرتين بالنظر للظروف التي مرت بها الجزائر. الملاحظ على الوفد الذي استقبل وزير الخارجية الصيني هو وزير حضور وزير التجارة وزير النقل وزير الأشغال العمومية ووزير الطاقة، وهذه ربما المجالات التي تعول عليها الجزائر مع الصين لتجسيدها.